أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لأحوال حقوق الإنسان حول العالم. التقرير وجه إدانة للنظام السوري وانتقادات شديدة لحكومات غير حليفة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا، لكنه أيضا وجه انتقادات لدول حليفة للولايات المتحدة كمصر والسعودية. مراسلنا في العاصمة واشنطن رافد الجبوري أعد هذا التقرير. إنها الوثيقة السنوية الأهم بالنسبة للحكومة الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان، لذلك تقدم من يدير وزارة الخارجية ليتحدث. العالم كله يعرف بالانتهاكات الوحشية في سوريا، ومن ضمنها إلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين والهجمات على المستشفيات والتقارير المتواترة عن حالات الاغتصاب والانتهاكات التي تقوم بها عناصر تابعة للحكومة السورية. التقرير انتقد حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل السعودية التي انتقد التقرير ما سماه بحالات قتل خارج القانون، كما انتقد حالات التعذيب واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين فيها. كما تعرض التقرير لانتقاد انتهاكات جسيمة في مصر من حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات أجهزة الشرطة للعنف والقتل. أما خصوم أمريكا على المسرح الدولي فقد كان لهم نصيب كبير في صفحات التقرير. تستمر الصين في تقديم أسوأ مظاهر النظام التسلطي، ومن ضمنها وضع القيود على الناشطين والمجتمع المدني وحرية التعبير، كما تغيب الاستقلالية في أجهزة القضاء. أكثر النقاط إثارة للجدل في التقرير كانت في الجزء المخصص لفلسطين. في إشارته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، نسب التقرير المعلومات إلى منظمات دولية ووكالات عالمية لا إلى كادر الخارجية الأمريكية كما جرت العادة. من الأفضل لوزارة الخارجية أن تحافظ على ثبات خطابها ومواقفها في القضايا الحساسة. تقارير مثل هذه تنزع عن بلدنا قدرته على لعب دور بناء في السياسة العالمية. انتقادات أخرى للتقرير انصبت على تقليل الاهتمام الأمريكي بالدعم لقضايا حقوق المرأة حول العالم. عدم وصف الأراضي الفلسطينية بالمحتلة في تقرير الخارجية الأمريكية لم يكن مثار سخط الأوساط العربية والإسلامية فحسب، بل أثار انتقادات في أوساط أمريكية سياسية وإعلامية معارضة أيضا. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن.